صل على من قلبك واذكر الله يا حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للمشكلة اللي ناس كتير اتكلمت فيها، يعني مشكلة عادية خالص، بالنسبة لكراسة الاختبارات بتاعة كلية التجارة، ازاي هعمل البحث والكلام ده. انا مش عامل فيديو عشان اقول لك ازاي هتعمل البحث، انا عامل فيديو عشان المشكلة بتاعت انك لما تيجي تحمل الصفحة اللي هتعمل منها البحث بتنزل عندك على اللابتوب بشكل مش مظبوط. فخليني اوريك، يعني الموضوع بسيط، مش فاهم الصعوبة فيه، بس يلا بينا. هما منزلين وورد وبي دي اف، بس البي دي اف طبعا مش هيفيدك، يعني انت هتشتغل على الوورد عشان تنزلها وتشتغلها على طول. انا هضغط ضغطتين اهم عادي، وهاجي طبعا دي شكل البتاع الورقة اللي هتكتب فيها وكده، تمام. ادي نعمل ايه من هنا، اهوت على ايدك اليمين اهوت، هنعمل داونلود. داونلود، بص هتنزل هنا اهي، تمام، نزلت هنا اهي، اضغط عليها بالشكل ده، هتفتح معايا صفحة الوورد بمنتهى البساطة خالص، تمام. انت بقى عايز تكتب، طبعا انا بقى اكتب اهوت، سامعين الكيبورد، مش هتكتب اي حاجة، تمام. فهتيجي تعمل ايه، enable editing، تمام. طبعا هتلاقي عندك انت لو الاوفيس بالعربي او النسخه عموما بشكل عام بالعربي، فتكتب بالعربي بقى عادي، عنوان البحث بقى عادي، تكتب بقى اللي انت عايز تكتبه، هو بيكتب اهو، تمام، مفيش مشكله خالص، تمام. اسم الطالب عادي، محمود، محمد، احمد، محمد، براحتك بقى. طبعا هم حاطين نقط، فانت بتحذف النقط ديت كده. كانسل، نعمل ديليت للنقط، خلاص بقى، والنبي كنترول زد، ديليت للنقط اهيت، تمام، عادي بقى، تمام. انا شلت النقط اهوت، واكتب اسمي عادي، محمود، محمد، احمد، محمد. طبعا للاسف او مش للاسف، يعني انا فرقه رابعه، فانا ماليش ابحاث، انا امتحن عادي، تمام. اكتب الفرقه الدراسيه بتاعتك، اولى، تانية، تالتة، اسم المقرر بقى تكتب الماده تقريبا، الشعبه انت انجليزي طبعا، تمام، والرقم القومي بتاعك، والبريد الاكاديمي بقى ده اللي كان نزل على البيدج بتاعت الكلية، هتكتبه، تمام. اللي هو بيتيح ليك انك تاخد نسخة مجانية من برنامج مايكروسوفت اوفيس لحد ما تتخرج من الكلية، يعني بتاخده خلال ال4 سنين بتوعك، وكمان سنتين مجانية بعد ما تتخرج كمان، تمام. وطبعا مش اوفيس بس لوحده، فيه مجموعة برامج تاني زي مثلا ادوبي ابروباست ديت اللي هو بتاعت البي دي اف والحاجات ديت، وادوبي بريمير، وشوية برامج كتير كده يعني، تمام. نوع الدراسة، انت انتظام ولا انتساب ولا انتساب موجه، طبعا بقى غالبية يكون انتظام، وفي شوية انتساب. الطالب، انت مستجد، تكتب بقى الحالة بتاعتك هنا، هل انت باقي الإعادة ولا ايه. طبعا بعد القرار الجديد انك هتقدر تعمل، اللهم صل على سيدنا محمد، بحث لو انت شايل مادة او لو انت عايد السنة، يعني انت لو شايل مادة من السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا قبلها ايا كان يعني، او عايد السنة، هتعمل بحث. ده القرار الجديد، ده دكتور المادة هنا، وهو بيديك التقييم بتاعك. ننزل تحت شوية، تبدأ تكتب بقى، هما بقى عاملين ايه، اللوجو بتاعك بتاع الجامعة، كلية التجارة والكلام ده، فانت هتبدأ ايه، تكتب هنا. حلو الكلام. طبعا انت ما تخلي بالك، انت النقط ديت مش هتكتب فوقها، يعني اصل مش كراسة خط عربي، يعني انت فاهمني، ما تجيش تقول لي ده انا هكتب فوق النقط، لا، انت بتحذف النقط وبتبدأ تكتب عادي. فهوريك انا، خلي بالك، بص العدد البيدجات اللي بتاعت البرنامج، انا خليتهم بيدج واحدة بس، مسحت كل الصفحات اللي كانت موجودة على البرنامج، تمام. فانت الصفحه الاولى دي خلصانه اهي، تمام. انت مجرد ما تيجي تعمل انتر هيجيب لك صفحه جديده، ويحط لك اللوجو والحاجات ديت في الصفحه اللي بعدها، تمام. ننزل تحت، ننزل تحت، ننزل تحت، احنا في الصفحه الثانيه اهوت، دول اتنين بس اللي موجودين، فاحنا عايزين نجيب التالته، هيجيب التالته عادي، تمام، لان ده يا جماعه ثابت انه هينزل في كل الصفحات. بيتعمل ازاي؟ خلاص اسمها كلوز هيدر اند فوتر. المهم ده ايه نظامها، اي حاجة انا بكتبها هنا هتنطبق على اي صفحة جاية بعد كده، تمام. يعني انا بص لاحظ ان انا هكتب مثلا هنا اسمي اهو، محمود، محمد، احمد، شايفين محمود محمد احمد ديت، في اي صفحة في العنوان بتاعها هتلاقي كلمة محمود محمد احمد دي. انا هعمل كلوز اهو، بصوا هنطلع فوق هتلاقي محمود جت هنا، جت هنا، تمام. عايز اشيل الشعار ده، هشيله مثلا كده، فانت اللي بتعمله هنا بينطبق على كله. طبعا انت مش هتلعب الموضوع ده خالص يعني، تمام. فنرجع للوضع الايه الاصلي بتاعنا، تمام، اللي هو كان ده. حلو الكلام.
فهتشتغل عادي زي ما قلت لك، امسح النقط ديت وابدأ اشتغل عادي بمنتهى البساطة. طبعا بقى ايه حسب بقى قدرتك على استخدام الوورد وكده، فانت لو سريع في الكتابة الموضوع هيفيدك بشكل كبير يعني. طبعا هو الانجليش هيكون رخم معاك شوية يعني، انا كمحمود حافظ الكيبورد عربي زي الفل تمام، فتلاقيني في العربي شغال زي الطلقة يعني ما شاء الله، اما في الانجليزي برضه شغال بس مش بنفس السرعة اللي انا شغال عليها في العربي تمام. هي دي المشكلة اللي كانت بتقابل الناس، بس بمنتهى البساطة الموضوع بسيط خالص يعني. طبعا ده مثلا هنعتبر ان ده بحث خلصان، ازاي بقى احوله بي دي اف؟ انت بتيجي على فايل، طبعا انا شغال ويندوز 10، فايل اللي كان عامل الفايل ده شباب هو كان دكتور هيثم اموت والدكتور شيماء، حتى ظاهرين هنا اموت عندي تمام، واتعمل الساعة 2:15 الفجر. طيب التفاصيل هنا، المهم يعني مش هنقعد نجمع دماغنا، بتيجي تعمل كلمة اكسبورت. اكسبورت ولو انت مسطب مجموعة مجموعة من ضمنها برنامج البي دي اف يعني، فانت بتختار من اول واحدة. انا عندي مش بتاع عايزة تتفعل وكده، فانا بعمل كرييت بي دي اف الاكس بي اكس دوكمنت، واعمل كرييت بي دي اف تمام، هيظهر لي يقول لي عايز تحطها فين، اجي اقول له ديسك توب اهو، تقول له بابلش تمام، كده هتفتح او هتخلص كده خلصت اهي على الديسك توب. اجي افتح كراسة الاختبارات لكلية التجارة، هتلاقيها بتفتح معاك، افتح يا سمس، فتحت معايا تمام. صغر شوية صغر شوية كمان شوية تمام، ادي الصفحة الأولى وادي الصفحة التانية وادي الصفحة التالتة بمنتهى البساطة خالص تمام. فانت ايه هتبعته بي دي اف او وورد يعني، يفضل ان يكون بي دي اف، الموضوع بسيط. فانا قلت اقول لك ازاي تعمله بي دي اف كمان بالمرة في الفيديو ده، بس هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه في هذا الفيديو. النهاية لو عندك اي سؤال اي استفسار، رابط الاكاونت بتاعي على فيسبوك، اكاونت البديل بدل اللي اتقفل الله يرحمه، هتلاقي الاكونت بتاع الفيسبوك في الديسكربشن تحت الفيديو. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي بقلبك واذكر الله. يلا سلام.